أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال أعزائي المشاهدين لنرحب معا اليوم بضيفنا المميز رجل الأعمال الأستاذ مازن بكور صاحب شركة يوني هومز بداية أحب أن أشكرك أستاذ مازن على هذه الفرصة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن لو تعرفنا عن نفسك وكيف كانت البدايات مع يوني هومز أنا مازن بكور أه صاحب شركة يوني هومز للسمارت هوم للبيت الذكي نحن بلشنا فيها لهي المشروع تقريبا صار له أه الان اربع سنوات والحمد لله يعني عم نطلع يعني طلعة كثير قوية أه بهذا المجال أه لانه متطلبات السوق عم تطلب انه كل شيء يكون يعني انه سمارت وذكي لتحسن تواكب هالديزاينات اللي عم تطلع للبيوت والشي اللي بدك تواكب الحضاره اللي, اللي عم بتصير الموجوده بدوله الامارات فيها. استاذ مثل ما حكيت انه الطلبات على السوق كثيره، شو هي نوعيه الطلبات؟ شو الخدمات اللي انتم بتقدموها؟ النوع المنتجات اللي شركه يوني هومز بتقدمها للسوق. هلا نحن بنقدم البيت الذكي هو عباره انك انك انت تساوي بيتك كله توفر مبدئيا توفر الكهرباء تعمل سيفنج تقريبا 20% من فاتوره الكهرباء في بهذا المجال نحن بنقدم كل شيء موضوع يتعلق باللو فولتج يعني الكهرباء السويتش اللايتنج الروبوت كلينر بنعمل لل ماشين لكل شيء هذا هذا كله انت بتوفر كهرباء عليه يعني انت حابب مثلا اذا انت مالك انت بالبيت اعطيك مثلا مثال وحابب تشغل الهيتر الوتر هيتر تشغله فانت قبل ما توصل على البيت مثلا بنص ساعه او ساعه فينك عن طريق موبايلك تكبس تعمل له اون نعم تشغل يعني تحصل على مي سخنه هذا واحد من المجالات مثلا انت حابب مثلا انك انت عندك الصبح اول ما تفيق فينك مثلا تحكي مثلا مع السمارت يعني تبرمجه انه الصبح الساعه 8 الصبح يفتح لك الستاير يساوي لك الكافي يجهز لك الكافي كل امورك تكون جاهزه اللايتنج يعمل لك يعني مثلا السخان يشتغل الـ يعني كل هالامور الكلينر كمان الفاكيوم كلينر هو كمان عباره عن روبوت صغير هو بي بي بيعمل لك كلين للهوم كله وطبعا هذا يعني في سنسرات كثير يعني وكاميرا مشان يشوف لك المقاطع البيت والغرف بيعمل كلين وبضل خلص وبيرجع عن نفس القرنه اللي كان موجود فيها ما شاء الله الخدمات كثيره ومثيره استاذ مازن شو اللي ميز شركتكم شو سر النجاح خلال الاربع سنوات السابقه نحن الميز الشركه تبعنا انه البرودكت اللي نحن عم نساويه والبرمجه والانتجريتر هلا نحن انتجريتر لانه مع جوجل وانتجريتر مع امازون نعم وانتجرايتر مع سامسونج فهذا الشيء اللي يميزنا فيه ونحن التقنيه مستخدمينها الجديده السمارت هوم تختلف عن التقنيه القديمه، التقنيه القديمه لازم انك انت تعمل البيت من الاساس اول ما يتعمر البيت لازم يكون انك انت مخطط انه يكون هذا البيت يكون بدك اياه زكي ذكي، اما بينما نحن البيت اذا بيكون قديم او جديد فينك تساوي سمارت حلو ما فينك تغير يعني ما في داعي تغير تعمل كيبل تغير الكيبل ولا فينك نفسه تحطه انه عليها وعندنا النظام هو هذا واي فاي فبيكون كثير سهل يعني التحكم فيه يعني حتى كمان للاي سي كنترول اي سي فينك تتحكم بالاي سي عندك يا بالبيت حلو درجه الحراره فهو هذا بيعمل سيفنج للكهرباء يعني انت مثلا مو لازم انه طول الوقت يكون الاي سي الاير كونديشن يكون شغال المكيفات فانت بتعيره انه على يعني تعيره على حراره معينه وخلاص وحبيت تفصله ينفصل وحبيت يشتغل يشتغل يعني انه كلياته يعني فينك تخدمه يعني في جميل جميل جدا استاذ مازن استاذ مازن شو نظرتك المستقبليه لسمارت هوم؟ شو الخطط؟ هلا الخطه يلي نحن اللي عم نطلع يلي يلي شايفين انه لقدام أه ان شاء الله أه في عنا اضافه اصناف أه انه نوصل لمرحله انه نحن ناخذ مشروع أه سمارت سمارت سيتي فهو هلا نحن بقيد أه تطوير البرمجه أه لهالسوفت ويرات انه تكون مدينه كامله تكون ذكيه فان شاء الله هذا يعني بخلال بيكون بيجهز عنا بخلال تقريبا شي سنه ونص السوفت وير فيكون يعني تتحكم بكامل مدينه كامله او مجمع يكون كله انه ذكي ان شاء الله وان شاء الله اقرب من هيك كمان ان شاء الله استاذ مازن من خلال الخبره الطويله بهالمجال عندك شو نصايحك للي بحبوا يبداوا بهيك مجال هذا هذا مجال كثير 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 حلو انا بنصح يعني بنصح العالم يعني تفوت الناس تفوت بهذا البرنامج، بهذا البرنامج تبع سمارت هوم ويطوروا فيه يعني لأنه يعني هلا أنت مثل ما لك شايف حضرتك يعني كل شيء هلا الروبوت نعم صار كل شيء أنه يعني بده يدخل بالحياة يعني صحيح بيجو مو هلا بجوز يمكن بعد خمس سنين بس خلص صار يعني أنه بده يفوت على الحياة يعني فبنصح العالم أنه أنه تفوت بهذا المجال أو يعني تطوروا من الدراسات وبالجامعات بهذا المجال يعني انه السمارت هوم يعني البيت الذكي او انه المدينه الذكيه تصير يعني ما انت بتعطي رساله للشباب كمان انك انت مو بس للمستثمرين انت عم تعطي رساله للشباب تمام تركز على موضوع البرمجه تمام 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 استاذ مازن ليش وقع اختيارك على دوله الامارات لتكون المقر لتنشئ عليها سمارت يوني سمارت هوم. اول شيء دوله الامارات تمتاز انه فيها حاضنه لهيك شركات كل شيء تكنولوجي وكل شيء شركات ناشئه يلي بدها فكرتها تتبلور فدوله الامارات هي بتحتضن هذا الشيء يعني فيها وما شاء الله يعني يعني فيها كثير مزايا يعني شو ما حكيت فنحن نكون يعني مقصرين بحق دوله الامارات يعني من حيث الخدمات خدماتها يعني لا تعد ولا تحصى يعني دوله الامارات ما شاء الله يعني انه عليهم نتشكرك استاذ مازن بس قبل الانتهاء كيف ممكن نوصل ليوني سمارت هوم هلا يا يوني هومز هلا نحن بنستلم بروجكت دائما بالعاده يعني بروجكت يعني مثلا صاحب الفيلا او صاحب البيت فهو بيعطينا يعني نحن بنساوي له تصميم كامل عليه وهلا اذا تتواصلوا معنا في عنا نحن ويب سايت موجوده وعندنا شو روم وكمان في على التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وكله يعني موجود عندنا يعني تمام الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع بشكر خاص للسيد مازن ولجميع طاقم العمل في يوني هومز تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير وفي أمان الله